اهلا بكل احبائي واعزائي الكرام. النهارده بعد فتره طويله ليا داخل اسبانيا قررت ان اشارككم كل التفاصيل الجميله والحلوه اللي الواحد شايفها دلوقتي. النهارده هيكون اول فيديو ليا على قناتي علي في اسبانيا لكل عشاق السفر وزياره الاماكن الجميله اللي هتشوفون معايا النهارده. اوعى يفوت اللي هقدمه لكم ان شاء الله في قناتي على اليوتيوب. هي كل حاجة تخص البلد هنا، كل حاجة تخص اسبانيا، طريقة السفر، طريقة العيشة، كل تفصيلة في اسبانيا، اماكن اللبس، اماكن الاكل، اماكن الشرب، اماكن السهر، اماكن الخروجات. ان شاء الله في حلقاتنا الجاية هيبقى في مسابقات وهيبقى في حاجات كتيرة جدا هتبسطكم وهتسعدكم وهتمتعكم بالمشاهدة. المهم ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتشجعوني عشان كل اللي جاي هيكسر الدنيا. للي ما يعرفنيش انا علي وقناتي على اليوتيوب اسمها علي في اسبانيا. انتم شايفين مطاعم كافيهات، طبعا كل ده مش موجود في الاصل يعني، بس هو عشان بيحصل تجديد للمكان فعاملين الحواجز اللي انتوا شايفينها دي. انا دلوقتي قدام التاكو بيل. تاكو بيل. طبعا احنا انا بصور تصوير سريع كده وبوريك كل حاجة على الهامش لان لسه كل حاجة كل التفاصيل لكل اللي انتوا شايفينه حواليكوا ده هتشوفوه معايا ان شاء الله في الحلقات الجاية. يعني احنا دلوقتي بناخد نظرة عامة، نظرة عامة عن الحياة وعن اللي موجود وعن اللي انا شايفه يعني، لكن التفاصيل وان احنا نخش الاماكن واوريكوا الاسعار. احنا دلوقتي في شارع ممتاز. واللي عنده اي اسئله واي استفسارات يا ريت يتواصل معايا وتسيبوا لي رايكم في الكومنتات تحت. احنا دلوقتي في سول.
فسحة كده على الماشي. بس في حلقتنا الجاية إن شاء الله هيكون في مفاجآت كتيرة جدا 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 جدا، واوعوا يفوتكوا أي حاجة من الحاجات دي. جربت تعيش بالمصري في أسبانيا؟ أنا عايشك بالمصري في أسبانيا. فالونا دفا ماشي، ركزوا معايا كده يا جدعان. دلوقتي معانا اللي هيشرح لنا كل التفاصيل عن المكان ده. هنسأل واشرح لنا عن اللي حاصل، يعني انا مش فاهم ايه اللي حاصل ده، فدلوقتي هنعرف ايه اللي حاصل ده كلنا. دلوقتي هو هيشرح لنا ايه اللي حاصل هنا ورانا، ايه اللي بيحصل ده ورانا. Vamos a ver, nosotros venimos aquí casi todos los sábados a hacer peticiones de firmas a favor de los derechos humanos y en contra de la persecución que hay en China desde hace más de 21 años contra los practicantes de Falun Gong o Falun Dafa. ¿Y qué es el Falun Gong o Falun Dafa? Falun Gong y Falun Dafa, o Falun Dafa, que es lo mismo, es una práctica espiritual de sí. cuerpo y de mente. Sí. Es un Qigong, que se llama. Para un Qigong, para que se relaja el cuerpo. Efectivamente, y son unos ejercicios como los que están haciendo aquí a mis espaldas. Como mis la yoga. Más parecido al Tai Chi, que es un poquito más de estar de pie, y luego una parte también tipo yoga, ¿no? Sí. Entonces, como bueno, tipo yoga. No existe, pero es el mismo gobierno chino el que lo está consintiendo y lo está haciendo y se están lucrando por muchísimo Entonces, dinero. Entonces, están intentando aquí que, en plan, hacer publicidad. Efectivamente, como a su deporte. Es un deporte, ¿no? No es un deporte, es una práctica espiritual. Una práctica espiritual de alma y cuerpo. Correcto, de mente y de cuerpo. De mente y Entonces, pues nosotros lo que queremos hacer. Riada rahania sinia. Min el akhir yani. Mulakhas an kol el raghi el ahna.
نهاية حلقة النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.